يعني عن جد انه السجن صعب كثير، بس الحمد لله اني فت عن قناعة ومستعدة افوته الف مرة عشان هاي القضية، لاني مقتنعة فيها ومآمنة بالاشي اللي بعمل فيه، والاشي اللي كان دايما يصبرني كمان. الأكبر إنه تتحرر فلسطين، حلمي إنه أحقق كل إشي كنت بطمح له، يعني إنه أتعلم وأخلص دكتوراه، وإنه عن جد نفسي أكمل مسيرتي التعليمية. كمان بحلم إنه كل الأسرى والأسيرات إنه عن جد يكون تحريرهم عن قريب، وإنه عن جد بحكي لكل الأسرى والأسيرات إنه أنا معكم، بحكي لأخواتي الأسيرات إذا كانوا بشوفوني إنه أنا بحبهم كثير واشتقت لهم، أكيد مش راح أنساهم،